مساكن فللي، وفر فلوسك مع مسار التميز. عملت لهم إعلان من قبل، تغير الزيت بسعر الجملة يا حبيبي. هذا موقعهم أبداً ما يضيع، هذا شارع الملك فيصل، وهذا مدخل المجزم، مدخل الدبيبية، وهذه محطة البنزين، وهذا مسار تميز. ما شاء الله تبارك الله، زي ما أنتم شايفين الإقبال عليهم مرة قوي. طبعاً مو فقط الزيوت بسعر الجملة، حتى الفلاتر، وهذه 5000 معظم الشركات موجودة عندهم. تعطيني فكرة عن الأسعار أستاذ إبراهيم؟ محمد بيك منور. بالنسبة للزيوت 5000 بشكل عام، جميع الزيوت من وكيل رأسنا أستاذ محمد، مسار تميز تأخذ الزيوت من وكيل رأسنا. على سبيل المثال بترومين، فوكس تيتان، كاسترول، توتال، تويوتا، موحدين سعرهم انتوا اشوف 16 ريال و10 حلالات. نعم شامل الضريبه. بترومين كله اسعار واحده. عندك حضرتك مثلا فوكس تيتان 16 ريال و10 حلالات، الشركه مسعره ب 23 ريال سعر المنتج، 23 ريال في الشركه ب 23 وعندكم ب 16 و10. يا سلام، شوفوا يا جماعه، هذا تويوتا تبدلونه بكم؟ ب 16 ريال و10 حلالات. كل الزيوت عندهم بسعر الجمله. شوفوا يا جماعة، وهذه الزيوت حق العشر آلاف، البترومين الشل بكم؟ 29.90 هللة. يا سلام، شوف هذا كم تسعيرته في الشركة، ب60 ريال، هنا ب29.90 هللة. وهذا حق الهوندا، وهذا سلمكم الله التيتان بكم؟ ب58.29 هللة. وهذا الكاسترول بكم؟ ب27.60 هللة. كلها أسعار جملة. يا سلام يا جماعة، من أكثر مبيعات عندكم هذا الزيت الأمريكي. تعطيني فكرة عن أستاذ إبراهيم؟ حضرتك أستاذ محمد، الزيت الأمريكي مواصفات عالية جدا، سعره 16 ريال 96 هللة شامل الضريبة، تصنيفه نص تخليطي، يستهلك حتى 7000 كيلو، 10 30 وال 20 50. يا سلام، وهذا حق بالنسبة لل 10000 فيما فوق، 13000 سعره 27 ريال 60 هللة، تصنيفه عالي جدا، فول سنتاتيك، تصنيف الـ EBISN 25 35 45 27 ريال 60 هللة. هذه الفلاتر معظم الشركات موجودة عندهم. شوف يا حبيبي، هذا الهونداي بكمل فلتر حق الزيت ب 16 ريال و10 هللات. يا سلام، وهذا التويوتا، كيف أسعار التويوتا؟ شوف 19 ريال و55 هللة. يا سلام، معظم أنواع الفلاتر موجودة عندهم وبسعر الجملة. يأخذون 10 ريال قيمة خدمة المركز. طبعا أنا أبدل عندهم الزيت الأمريكي هذا، بالإضافة راح تأخذ 12 خدمة مجانية، فحص ماي الراديتر، الفرامل، جميع أنواع الزيوت يشيكون عليها، يشيكولك الهواء حق الكفرات، بالإضافة ينظفون السيارة من الداخل ويمسحولك الزجاج مجانا. ايش رايكم في الخدمات يا جماعه؟ قويه ها، ما شاء الله تبارك الله. لما تغير الزيت تحصل على الفاتوره الالكترونيه. نعم، فاتوره الكترونيه لا تلغي ضمان الوكاله، ما تلغي كل السيارات الحديثه، كل السيارات في الوكاله شرط مسار التميز لا تلغي ضمان الوكاله. ان شاء الله عجبتكم التغطيه. طبعا مسار التميز عامل مسابقه على حسابهم بتويتر، راح احط لكم الان البوست فيه الشروط والمسابقه، تابعوهم وفالكم الفوز.